مرحباً يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعاً مع نور. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك طاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور. هذا أمر عجيب، لقد اختفى التوت البري. ها؟ لا يوجد توت بري. أنا لم آكله. ولا أنا. أين ذهبت ثمار التوت يا ترى؟ أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. أريد أن أعد فطيرة التوت التي يحبها ديدي، لكن اختفت ثمار التوت من القلعة. لا يمكننا إعداد فطيرة التوت من دون توت. يجب أن نعرف من أخذ التوت. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ شكراً لكم يا أصدقاء. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا. لفوها في دوائر. واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. لا تخبريني، لا تخبريني، لقد أخذ أحدهم التوت كله. ها؟ كيف عرف هذا؟ الحكيم يعرف كل شيء. من الذي أخذ التوت؟ دعونا نرى. أها، كنت أعرف هذا. إنه وحش التوت. وحش التوت؟ يحب وحش التوت أنواع التوت المختلفة، توت الأرض والتوت البري وكل أنواع التوت الموجودة. يريد أن يتذوق كل أنواع التوت التي في العالم. هل تعني أن وحش التوت سيلتهم كل التوت الذي في العالم؟ أخشى هذا يا نور. أصدقائي، تخيلوا العالم من دون التوت اللذيذ. هذا أمر سيء. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش التوت ونمنعه من التهام التوت الذي في العالم. للعثور على وحش التوت عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش التوت.
عفوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التوت. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، إنه مهرج. ماذا يحمل؟ أظن أنها فطيرة. هل هناك مهرجين في الداخل؟ لنكتشف الأمر. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر. هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين، كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع، تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب المهرجين. هيا بنا يا أصدقاء. أين نحن يا ترى؟ أياً كان المكان فهو مظلم. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. إنه قريب. هذا الأمر سهل للغاية. واو، مهرجون! إنهم يحملون الفطائر. أظن أنها ستعجب وحش التوت. كيف نصل إلى الباب والمهرجون يلقون بالفطائر في كل مكان؟ هذا سرق الفطائر الطائرة. يلقي المهرجون الفطائر في كل مكان. هذا جزء من العرض، لكنهم لا يجيدون التصويب. ينقصهم التدريب يا أصدقاء. إذا أردتم الوصول إلى الباب الثالث وتفادي الفطائر، يجب أن تنبطحوا، وهكذا لن تأتي اتجاهكم. كيف ننبطح كي نتفادى الفطائر؟ للانبطاح وتفادي الفطائر، اختاروا حركة من الحركات. أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي ننبطح ونتفادى الفطائر الطائرة؟ البطريق المتهادي، الصرصور الزاحف، الحصان السريع. الصرصور الزاحف، أحسنتم. حسناً يا أصدقائي، كي ننبطح ونتفادى فطائر المهرجين،
علينا أن نزحف نزحف مثل الصرصور. راقبوني جيداً. أحسنت الزحف يا ديدي. لنزحف جميعاً مثل الصرصور. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة ازحفوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. زحف! ازحفوا معي على أقدامكم وأيديكم كي نتفادى فطائر المهرجين الطائرة. انبطحوا ولا تقفوا، وإلا قد يلقي أحد المهرجين بفطيرة في وجهكم. ها، لم تصدني. ازحفوا يا أصدقاء. انخفض مستوى الطاقة. ازحفوا معي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. ازحفوا معي يا أصدقائي. أوشكنا على الوصول إلى الباب. سيرك الفطائر الطائرة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي. رائع حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، دب دمية. أحب الدببة الدمية. لكنني أفضل التنين أكثر. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الدب الدمية. هيا. واو، أشجار توت. يبدو أن وحش التوت لم يأتي إلى هنا بعد. إذا جاء سيلتهم التوت كله. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء، هذا أمر سهل للغاية. يجب أن نمر من بين أشجار التوت. الدببة الدمية. هاي، دعونا نمر أيتها الدببة. لما لا تسمح لنا الدببة بالمرور؟ هذه غابة التوت التي تحرسها الدببة. لن تتحرك الدببة قبل أن تعطوها الحلوى. يجب أن تقدموا لها بعض التوت اللذيذ. لن تصلوا إلى التوت لأنه عال، لكن يمكنكم أن تجعلوا الأرض تهتز. عندها سيسقط التوت من الشجر وتأكله الدببة. هل نجعل الأرض تهتز لنحصل على التوت؟ كيف نفعل هذا؟ لهز الأرض. اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجعل الأرض تهتز ويسقط التوت من الشجر؟ القط المتسلل؟ الفيل ثقيل الخطوات؟
البطريق المتهادي. الفيل ثقيل الخطوات، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نجعل الأرض تهتز علينا أن نخطو خطوات ثقيلة مثل الفيل. راقبوني الآن. يقلد ديدي الفيل ببراعة. لنخطو خطوات ثقيلة. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة دبدبوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. دبدبة. اخطو خطوات ثقيلة مثل الفيل. دبدبوا بأقدامكم على الأرض بقوة. أحسنت يا ديدي. لندبدب معا يا أصدقاء. لندبدب أكثر كي نحصل على توت أكثر. دبدبوا دبدبوا معي. هيا يا أصدقاء. انخفض مستوى الطاقة. دبدبوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. واصلوا الدبدبة. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. لندبدب أكثر يا أصدقاء. أوشكنا على ملء السلال. نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا غابة التوت التي تحرسها الدببة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. أظن أن الدب الدمية يريد أن يعطيك شيئاً يا ديدي. إنها شجرة توت صغيرة. أشكرك يا صديقي. توت الأرض. ها؟ توت بري؟ لابد أن هذه هي الشجرة التي تطرح ثمار التوت المختلفة. إذا التقطت ثمرة من نوع ما تنمو غيرها. احتفظ بها يا ديدي. من يدري، قد نحتاج إليها اليوم. الباب الثالث. وحش التوت ليس مغلقاً. هيا يا أصدقاء لنمنع وحش التوت من التقاط ثمار التوت التي في العالم. واو، توت! كميات هائلة من التوت. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ إنه وحش التوت. إنه يحب التوت بالفعل. جميع أنواع التوت. سيلتهم وحش التوت كل ما في العالم من ثمار التوت. إذا عثر على مخزون لا ينفد من جميع أنواع التوت، فلن يأخذ التوت الذي في العالم. هذه. لا يا ديدي، كف عن التلويح بشجرة التوت. إنني أفكر في حل ما. انتظروا لحظة. نسيت شجرة التوت المختلفة الثمار يا ديدي. إذا أكلت ثمرة تنمو ثمرة أخرى، وهكذا دائماً. أيها التنين، أنت عبقري. جربها. انظروا معي يا أصدقاء. يا وحش التوت، أحمل لك شيئاً سيعجبك. واو. هكذا ظل وحش التوت يتناول التوت في سعادة. أيها التنين ديدي،
ألا تحب هذه الفطيرة؟ فطيرة التوت البري. أظن أنها أعجبت. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء، منعنا وحش التوت من أكل التوت الذي في العالم. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا.